مجددا يعود الحديث عن المأمورية الثالثة لتتصدر المشهد السياسي في موريتانيا. هذه المرة عبر قول الرئيس الموريتاني محمد العبد العزيز إنها غير ممكنة. الرئيس العبد العزيز أكد في لقائه بأطر ترازة يوم الجمعة الماضي أن المأمورية الثالثة خيار غير ممكن ولا متاح، مطالبا بالتركيز على دعم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية سبيلا إلى مواصلة المشاريع التنموية وتسهيل المصادقة على مشاريع القوانين المرتبطة بها. وفي الرابع عشر من الشهر الجاري ربط الرئيس لأطر مقاطعة تظهر بين زيادة عدد مأمورياته بثالثة ورابعة وبين التصويت لحزب الاتحاد من أجل جمهورية الحاكم. وأطلق العبد العزيز بتصريحاته العنان للسياسيين والمحللي الشأن السياسي في البلاد، بين من يرى أنه يريد العمل على زيادة مأمورياته ومن يميل إلى فرضية عدم الترشح مجددا مع التشبث بالحكم عبر سن قوانين مساعدة على ذلك. وقد بدأ مسار الحديث عن المأموريات قبل نحو سنتين مع انطلاق حوار 29 سبتمبر عام 2016، حيث أخذ الحديث عن الموضوع حيزا من نقاشات ورشة الإصلاحات الدستورية وأثار جدلا بين الموالاة وبين طيف من المعارضة المشاركة. لكن الرئيس محمد العبد العزيز ووسط تصفيق حشد من المشاركين في الحوار من مواليه ومحاوريه من المعارضة قطع الشك باليقين حينها وأكد أنه لم ينوي ولا ينوي الترشح لمأمورية ثالثة. وعلى الهامش ظل عدد من وزراء الحكومة يؤكدون أحيانا ويطالبون أحيانا بالتجديد للرئيس، وبالتوازي مع ذلك ظهرت ملصقات على العديد من أعمدة الكهرباء بالشوارع الرئيسية في العاصمة تطالب الرئيس بالترشح لمأمورية ثالثة. يذكر أن الدستور الموريتاني يحدد مأموريات الرئيس بواحدة قابلة للتجديد مرة واحدة ويحظر أي تجاوز لذلك.